في حاجة بره بتحصل ظريفة اه جدا، انه عشان كده اخترعوا اللوج، ان انت اللوج ده بيقيد مواعيد كل حاجة حصلت عندك في الجهاز بتاعك، تليفون، كمبيوتر، اي حاجة. فبره بيتم المحاسبة على اساس هذا اللوج، لانه بيبقى شيء يعني ايه، بيعتبر قانوني انه دي حاجة مسجلة مثلا في دفتر هاتفك او في دفتر او في اللوج بتاع الكمبيوتر، بالظبط. انه مثلا ده يعتبر انتهاك، بالوقت فمجرم والتاريخ. بالقانون انه كذا. هل ده قابل في يوم من الايام ان احنا نطبقه عندنا؟ يعني بالظبط. هل بس ممكن يبقى في بيرتبط تشريعات تحاسب على ده، بمعنى انه في بقى في تايم ستامب للرساله، وبيبقى زي الايميل برضو بيبقى ليه الوقت بتاعه، جه الساعه كذا، مرسل الساعه كذا، من جهه هو كذا. انت يعني دلوقتي حضرتك عندك مباحث معلومات، مباحث المعلومات دي بتتلقى اي شكوى يعني حضرتك بتتقدم بيها. يعني انت دلوقتي مثلا جات لك رساله في توقيت معين ازعجتك، كويس، ف بغض النظر عن المحتوى اللي فيها، سواء بقى بغض النظر whatever فيه يعني. فبتقدم شكوى، واخد بال حضرتك. المفروض يتم اتخاذ اجراء في يعني في الموضوع ده طبقا، لان احنا اصلا عندنا يعني يكون في آلية ضبط للمساله دي. ده اتمنى يا استاذ محمود، لانه يعني طالما ان احنا قررنا ان احنا عملنا ثوره واستخدمنا الانترنت، والانترنت جمعتنا، يا ريت نستخدم بقى اخر التكنولوجيات اللي فيها علشان نبقى مع الدنيا، ما في نبقاش البداية بعد. يعني احنا في بداية الأيام الأولى من الثورة فعلا، لو حضرتك كنت متابع بالنسبة للفيسبوك وتويتر كان في نشاط وحماس شديد جدا وكان في حديث يعني، وأفكار. بص، التحاور كان شديد جدا ما بين الناس وبعضها، والناس اللي يقولوا على الناس تانيين فلول، وبعد كده الناس تغير رأيها، وبعد كده كان في حراك بالظبط. كويس قوي. واعتقد انه دي يمكن الثمرة، اهم ثمرة في الموضوع، ان الشباب كان محروم ان هو يتجمع ويتكلم، فلقى في بالظبط. الفضاء الالكتروني ده. لقى في مجال كبير وخرج أفكار عظيمة كتيرة. فنتمنى ان الحماس ده يفضل موجود ومستمر ونقدر اللي احنا نصلح بيه الأحوال بإذن الله. أستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس قسم الإنترنت بالأهرام، نورتنا يا فندم، ونتقابل نور بيك، مرة تانية إن شاء الله. ألف شكر، إن شاء الله. مشاهدينا، دي كانت نهاية فقرتنا، هنسيبكم مع تقرير عن سير الانتخابات في اليوم الأول من المرحلة الثانية، وهنرجع بقى لفقرة مهمة جدا هتكون مع أستاذ أبو العباس محمد، مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام، وهنتكلم فيها بالتفصيل عن سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية وتقييمها، لكن بعد التقرير. تابعونا. Thank you.